شوي. هدية صغيرة ما أنا من قيمتك. بابا غير جو الأوضة شوي ولحقني على أوضة أختك بسرعة، في حديث مهم بدي إياك تسمعه. أوكي؟ أوكي يلا. بدي روح يا عندك أحلى أب بالعالم كله. قالوا مو عاجبه. انت قلت مو عاجبني، كل عمره عاجبني. ايه دائما بتحكي عن المبادئ اللي بيحكيها وما بتفيد. هذا الكلام كان كلياته تعصيب التعصيب. بابا ما في منه. لك يلا افتح الهدية خلينا نشوف شو جايب لك. بيعرف؟ يعني مانك زعلان مني؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي قلك. موقفي متناقض شوي من هي الشغلة. أنا فرحت كتير من اهتمامك بأخوك وحرصك عليه، وأكيد يلي صار بينك وبين رائد رح يخلي أخوك يكشفوا على حقيقته ويعرف إنه هذا حدا مو مهم وما يتأثر فيه أبدا. بس يلي خوفني شوي هو أسلوبك. بابا انت لساتك صغير وبأول حياتك، يعني انك تتركي سلاحك وتستخدمي سلاح خيرك هذا شيء خطير. اللعب بعواطف الناس واستغلال رغباتهم ولو حتى لأهداف نبيلة غلط. يعني انا بقول انه هي المرأة مرقت هيك، بس المرة جاية ممكن ما تمرق. صح؟ انا اسف اني حطيتك موقف محرج. لا لا لا، مو أنا اللي حطيت بموقف محرج أبدا، رفيق أخوك وعينك تشوفه بهديك اللحظة شو صار فيه. فقط بالحيط ما قالين. بابا تفضل. لك بابا أختك ميادة ما إلى أي علاقة بالموضوع. أنا كنت بعرف بس ما حبيت أضغط عليك. بابا بس بدي إلها شغلة، يعني أنا صحيح مدخن بس أنا ما عم ببلع، عم نفخ تنفيخ. شو ما كان يكون بابا، شو ما كان يكون، بس أنا شخصيا ما بقبل أبدا إنك أنت تعمل شغلة بالسر هون بالبيت من غير ما حدا يعرف. عيب بابا، عيب. معقولة أنت تكون جبان وتخاف إنك تدخن سيجارة؟ بدك تدخن؟ دخن قدام الكل، وين المشكلة يعني؟ بعدين مو هذا الموضوع اللي بدي أحكي معك فيه. لكن شو؟ بابا أحكي له من لما حكى معك رائد أول مرة لحتى حكيتي لي اليوم الظهر. أحكي له. رائد حكى معك؟ لا عن جد كتير هيك تخنتوها ما؟ اجتماع سري بيناتكم شو القصة؟ شو مخبين علي؟ هاتوا لشوف. لا لا ما في اجتماع سري ولا شي، بس كنا عم نخطط مشان نطلع نتغدى سوا. صح بابا؟ مظبوط صح. اذا هيك ماشي. طيب يلا يلا بابا بسرعة بسرعة خليني مشي يلا. يلا. انا اسف امير انه هيك صار، بس صدقني ما كان في قدامي طريقة تانية. لا بالعكس منيح اللي هيك صار لحتى أعرفوا على حقيقته لهالواطي. شو يا؟ وين هذا الدلال تبعك؟ مرة النهار كله ما شفناه. بالله غريب مع إنه وعدني. ها؟ آدم هالحركات مو علي ومو صعبة علي، يجيب مستأجر يزل مطرحنا. ايه اذا عندك حدا جاهز مو غلط. عم تتحداني يعني؟ لا عمي ما عم اتحداك. ايه لك انا اتصل فيه هلا وقدامي. هلا بيكون المكتب سكر. لك على الموبايل. عمي شو رايك بكره الصبح ننزل انا وياك ونروح لعنده منيح؟ معناتها عم تكذب علي ومالك حاكي معه. عمي حكيت ووعدني وما اجا، شو ساوي يعني؟ وانت شو صار معك؟ بخصوص شو؟
مشي الحال ولا لسه؟ عم يمشي الحال. امتى يعني؟ قريبا اذا الله راد. ليك ادم، انتوا وعدتوني بس تركنا البيت رح يمشي الحال، ومن هلا لاخر الشهر اذا ما حبلت قاعده بهالبيت ما في، ورجع معي على هداك البيت كمان ما في، بقى دبروا راسكن احسن، فهمت؟ شو القصة؟ ابصر شو صاير معه. فوتي 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 امي. مرحبا. أهلين رزان. رزان رزان، أنا آسف. على شو؟ على كل شيء، على الطريقة اللي تركتك فيها، وعلى المشاعر الحلوة اللي عشناها، واللي للأسف أنا ما قدرت أقدرها. المشاعر؟ مو بس المشاعر رزان، أنا وقت اللي ضيعتك ضيعت أحلى علاقة حب عشتها بحياتي. أساساً أنت أصدق شيء عشته بحياتي، وأنت الكذبة الوحيدة اللي دمرت لي كل حياتي. بس لازم تعرفي إنه نحن وقت انفصلنا. وقت اللي شو؟ عفواً؟ انفصلنا؟ حضرتك يا أستاذ ما تركت لي حتى شرف التعبير لواسي في حالي. نحن ما انفصلنا، أنت اللي تركتني. تركتني آدم، وبعد أصدق حالي عشت معك. كنت مجنون؟ كنت كذاب. بعدين ندمت؟ مو قدي. مين قالك؟ مضيت أيام طويلة وأنا عم حاول حب ما قدرت. ها؟ أنت تجوزت لحتى أنساكي. وليش لحتى تنساني؟ شو عملت لك أنا؟ لأني حبيتك؟ لأني شفتك الرجل اللي بدي كمل حياتي معه؟ صورت لي حالك إله الحرية، ما تركت طريقة إلا وجربتها معي. شرف البنت هو بإخلاصها لمشاعرها، مو بأي مطرح تاني. التجربة اللي ما منعيشها اليوم يا رزان رح تروح علينا للأبد. وإنه الروح والجسد هن جناحين تبع القلب، إذا ما رفرفوا سوا ما بيحلق الحب، ما بيطير. بعد يوم واحد بس كسرت لي روحي، أخذت مني كل شيء، شوهت لي جسمي وعقدت لي حياتي، وهلأ جاي تقول لي آسف؟ آسف؟ لا آدم لا. رزان قولي مين قبل ما تفتحي. أنا. فوتي. يعني شو؟ ما حسيتي حالك ارتحتي؟ هيك المفروض. شلون بقى؟ ما بعرف، بس أنا صار لي 6 سنين 6 سنين عم أتمنى تجي اللحظة اللي شوفه فيها، وبقى لهي البحصة اللي علقانة بحلقي وخانقتني ومنكدة علي عيشتي. بس شو ما ارتحتي؟ ما بعرف شو حسيت، بس هيك كنت عم خانق وعم بهدل وعم عيط وعم قول كل شي عم يخطر على بالي. بس آخر شي لما مشيت. شو وقت مشيتي شو؟ تمنيت ما أمشي.